لو هم عايزين مصادر للتمويل كانوا قعدوا مع النقابات، النقابات عندها رؤية بسيطة جدا ورؤية سهلة، نقدر ندخل 15 ل 20 مليار جنيه من بند واحد، وهو السجل التجاري. فيه في مصر 5 مليون سجل تجاري، متوسط السجل بيبدأ من 3 لغاية ملايين. أنا النهاردة لما أجي أقول متوسط 100,000 في 5 مليون، يبقى أنا بتكلم في متوسط 500 مليار جنيه. طبعا لو خدت 3% من السجل يبقى أنا باخد 15 مليار جنيه من بند واحد. إذن إرجاع الحق لأصحابه اللي هو يقدر يعني يساعدك في صياغة قانون الناس كلها تبقى متوافقة عليه، غير ما أنا ببقى في منأى وفي أسرار حربية ثم في غرف مغلقة يتم سن قوانين ثم تفرض على النقابات، ده مش هيحصل. يعني حكاية ان تكبر النقابات وهي المعنية وهم مقدمي الخدمة على قانون لم نشكر فيه لم نشارك فيه ولم نقبله، لن يتم اقرار هذا القانون باي يعني اي شكل. الان عندنا دعوة للجمعية العمومية يوم 22 ديسمبر القادم، الجمعية العمومية صاحبة القرار، اذا تم اقرار هذا القانون سيكون هناك تصعيد من قبل النقابات المهنية. واحنا دايما بنلجأ الى توصيل صوتنا بنوع من انواع العقل يعني حرصا من النقابات على مصلحة الوطن ومصلحة اعضائنا. فاحنا بنقول القانون فيه عوار كبير ولابد من يعاد مرة اخرى قبل عرضه على اللجنة العامة خلاص. وبالتالي النهارده لابد ان يعني يؤخذ راي النقابات، اخذ راي النقابات ده هي يعني هيجنبنا مشاكل كبيره جدا. مده في يعني هل انا النهارده مقدم خدمه اخطات في كتابه دواء او في صرف دواء يحكم على الشخص بحبس سنه؟ لا. طب ما انا لو زورت هناك قانون جنايات، لو النهاردة سرقت في قانون للسرقة. إنما النهاردة ما فيش حاجة اسمها لن يسمح أبدا بوضع عقوبة الحبس داخل القانون. هناك تعاقد، إذا أخل المتعاقد بشروط التعاقد وجب عليهم إلغاء العقد وتغريمه غرامات مالية، وإحنا ما عندناش أي مشاكل إن شاء الله تكون الغرامة تصل إلى 100,000 جنيه خلاص. ده شيء يعني يقبل العقل، أما أن يبقى في حبس ده طبعا شيء يعني لن تقبله النقابات المهنية. مرة أخرى أنا بأكد على حق النقابات المهنية، حق النقابات مقدمي الخدمة أن يشاركوا في القانون اللي هو هيطبق علينا. إذا كان الطبيب ولا الصيدلي هو ده اللي هيقدم الخدمة للمرضى، طب النهاردة يعني نرضى يعني أسن القانون ثم أجبر النقابات أو أجبر المهنيين على تنفيذ هذا الأمر؟ مش هينفع. طبعا المادة 28 وهو في هيئة الاعتماد والجودة أعطت لنفسها صلاحيات الإشراف على أعضاء المهن الطبية. هلا إيه ده؟ مين يقول كده؟ اللي بيشرف على أعضاء المهن الطبية وبيراقب العضو أو يحيله للتحقيق والمحكمة التأديب الابتدائي موجودة في النقابات وأحكامنا يتم الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، إذن هناك جهات خلاص نص عليها أن هي المعنية بالإشراف على الأعضاء وهي محاسبة الأعضاء، النهاردة بينزع صلاحيات النقابات. إحنا طبعا لن نقبل بهذا القانون، وبأكد مرة أخيرة نحن حريصين كل الحرص على أن يسن قانون لهيئة التأمين الصحي يتوافق عليه الجميع، لأن المواطن المصري الآن في أشد الاحتياج إلى قانون تأمين صحي شامل.